أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت ريما شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة حسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية. وأكد شهود عيان من القرية أن مواجهات بين شبان وجيش الاحتلال اندلعت في القرية في أعقاب رصد قوة من الجيش الإسرائيلي تخفي عناصرها بزي عربي داخل القرية.